القبر دلوقتي؟ اه اه نازلة ومن في قمة الرعب، حاسة اني هنزل ومش هطلع تاني، بس محتاجة اتأكد ان هو، بس مش هقدر اشوف جثته لاني خايفة، بس للأسف لازم اتأكد. اوف الريحة صعبة جدا، مش عارفة اللي حصل ده حصل ازاي، بس اللي متأكدة منه ان اللي حصل مش طبيعي، مش لاقياله اي تفسير. انا تايهة بجد وعايشة بين رعب ويأس وخوف طول الوقت. ايه ده؟ ايه ده؟ ده هو؟ هو بجد؟ طب ازاي؟ ازاي؟ لا 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 يمكن، ازاي؟ حبيبي يا مصطفى، الاحداث بدأت طبيعية من بداية الجواز، بس اللي بعده ما كانش طبيعي خالص. الحب من أجمل المشاعر اللي في الدنيا، بس مش على طول بيكون الحب أجمل حاجة. عمري ما حبيت حد بالطريقة دي أبدا، وللأسف ما كنتش لوحدي اللي بحبه قوي كده. حبنا لي حول حياتنا كلنا الجحيم. قصتي بدأت بحادث كبير حصل لي أنا ومصطفى جوزي ومريم أخته على طريق 131. كانت الكارثة وإحنا مروحين في عز الليل بالعربية بتاعته. الطريق جميل ومريم نايمة، بصيت لمصطفى وهو سايق وضحكت. احنا متعودين لما نوحش بعض نبص لبعض ونضحك، والضحكة دي بتقول كل اللي جوانا. بيوحشني حتى وهو معايا، بصلي هو كمان وضحك. رجع عشان يبص على الطريق مرة واحدة، ظهرت ست لابسة سويت واقفة في نص الطريق. مصطفى بسرعة لف الطارة عشان ما يخبطهاش، بس للأسف ظهرت عربية ترحيل الموتى جنب الطريق فجأة بنفس الطريقة اللي ظهرت بيها الست. خبطنا في العربية والعربية تقلبت بينا. ده كل اللي فاكرة من الحادث، مصطفى ومريم غرقانين في دمهم والعربية كانت سودة وشايلة تلات طوابين. بعدها فضلت أسبوع كامل في العناية المركزة. بدأت عيني تفتح، لقيت نفسي في الأوضة بتاعت المستشفى، محدش جنبي غير ماما فاطمة، مامة مصطفى جوزي. استغربت من عدم وجود مصطفى جنبي. ايه ده؟ سألتها عن مصطفى ومريم مردتش عليا. استغربت انها مش بترد. لقيتني انهارت من العياط وكررت سؤالي، مصطفى فين؟ مصطفى فين؟ ردي عليا. قالت لي مصطفى فقد الذاكرة وجاله حالة نفسية، وإن مريم ماتت في الحادثة. انهارت من العياط وقلت لها طب مصطفى فين دلوقتي؟ قالت لي في البيت. مش مدركة اللي بيحصل، والمريب أكتر إن المستشفى شكلها غريب جدا ومرعبة، ما فيهاش حد غير ده. ماما فاطمة قالت لي جهزي عشان يروحيني، الدكتور قال لما تفوقي تقدري تروحي. قلت لها ممكن نروح بكرة، رفضت وراسها وألف سيف إننا لازم نمشي دلوقتي. مشينا من المستشفى الساعة تقريبا 3 بالليل، الطريق ضلمة معرفش مكانه فين بالظبط. وصلنا بيت غير البيت اللي كنا عايشين فيه. سألت ماما فاطمة هو إيه اللي حصل؟ قالت لي اننا عزلنا من وقت الحادثه. احداث كتير مش مفهومه اطلاقا. وصلنا الفيلا رقمها 131. ايه ده؟ ده نفس رقم الطريق اللي حصل عنده الحادثه. والغريب ان البيت مفيش قبله ولا بعده بيوت علشان يترقم بالرقم ده. سالتها بس اجابتها ما كانتش مقنعه. دخلنا البيت، رعب رعب رعب. البيت فعلا مخيف جدا، البيت ضلمة ومش منور.
البيت ما فيهوش غير نور خفيف قوي لدرجه ان تفاصيل الشقه مش متشافه. جالس ضوع وقتها كان هيفرتك دماغي. دخلت البيت، ايه ده؟ مصطفى؟ مصطفى كان قاعد وحاطط وشه في الارض. جريت عليه وحضنته. ماما فاطمه وقتها قالت لي بالروح عليه تلاقيه مش فاكرك. اخدني في حضنه وقال لها لا لا يمكن انساها ابدا، وحشاني قوي يا ليلى. انا وماما بصينا لبعض واستغربنا جدا انه فاكرني. اسبوع كامل اتغير فيه صوته وشكله وملامحه. بكلمه عن الحادثه قال انه مش فاكر اي حاجه غير اسمه وماما فاطمه وانا بس. وفجاه لقينا مصطفى بيتكلم كانه فاكر كل حاجه. لقيته قال لي الا بالحق يا ليلى، هي فين مريم؟ ما قدرتش ارد عليه وسكت. وقتها ماما قالت الحمد لله انها جت على قد كده، وعينيها كانت مليانه بالدموع على مريم. وقتها حسيت بصداع رهيب وتنميل جامد في دماغي. استأذنت من ماما فاطمه واخدت مصطفى ودخلنا الاوضه بتاعتنا علشان ننام. نمت مصطفى في حضني. وقتها حلمت اني شايفه الثلاث توابيت قدام عيني والعربيه بتخبط فيني، وشفت لما عربيتنا اتقلبت وقتها وخرجت منها مريم وشها كله دم وبتصرخ صرخات عاليه جدا وهي لابسه اسود في اسود، كانها الست اللي كان مصطفى هيخبطها بالعربيه وقت الحادثه. مشيت ناحيه العربيه وفتحت الباب ودخلت جوه تابوت منهم، فتحته ودخلت جواه وفضلت تصرخ جوه تصرخ جامد بعد ما قفلت على نفسها. وفجاه التابوت ولع وهي جوه العربيه. وقتها مشيت العربيه وحاولت انا ومصطفى نلحقها. لقينا كلاب سودا بتجري ورا العربيه وتعابين اسود واسود سودا. انا هتمنى اننا نلحقها. صحيت من الفزع وصرخت مريم مش مفارقه وداني. الغريب انه صحيت من الحلم كانه بجد. صحيه والرعب مالي قلبي، بدور على مصطفى مش جنبي. قلبت عليه الفيلا مش لاقياه، وكان في اوض كتير مقفوله. سالت ماما فاطمه على مصطفى، قالت لي انه بيروح الشغل الصبح. ابتديت انا بقى اروق البيت وانضفه، وفي خلال فتره التنظيف دي بصيت فجاه من الشباك لقيت عربيات دفن موتى كتير بيخرجوا منها جثث كتيره من كفنه، والناس شايلاها بدون توابيت، وناس كتير ماشيه في الجنازه دي. ووسط الجثث الكتير دي في ثلاث جثث هما بس اللي في التوابيت الناس شايلاهم. ببص لقيت الثلاث جثث مش متكفنين زي باقي الميتين. لقيت جثه فيهم لابسه فستان اسود ومقلوبه على وشها كانها مريم بالظبط، والجثه الثانيه شبه مصطفى لابس نفس القميص والبنطلون بتاع الحادثه نفس الدم اللي عليهم. حاولت اشوف الجثه الثالثه معرفتش لانهم طلعوا بيها لقدام قبل حتى ما اشوفها. من رعب المشهد اتمسمرت في مكاني. بجد المنظر مرعب جدا. لقيتني بصرخ جامد وطلعت اجري على الباب، وماما فاطمه جريت عليا تشوف مالي. بفتح الباب ما لقيتش اي حاجه. المرعب من الموقف ان اللي شفته بجد، يعني مش حلم ولا حاجه. سكت وما رضيتش احكي لها اللي حصل، وللاسف مش المره الوحيده اللي يحصل فيها حاجه غريبه كده. وبعدها بكام يوم دخلت استحمى عادي، وانا تحت الدش غمضت عيني حسيت بدرجه حراره الميه اتغيرت فجاه وريحه الحمام دم. فتحت عيني بسرعه لقيت جسمي مليان دم والدم ده بينزل من الدش. جريت ناحيه باب الحمام عشان البس هدومي، لقيت على المرايه مكتوب بالدم مريم. لبست بسرعه وجريت برا الحمام، ما قدرتش اكتم جوايا اكتر من كده. حكيت لماما فاطمه، استغربت وقالت لي اوعي يا ليلى،
اوعي تحكي لمصطفى حاجة لانه في اللي تكفي. تاني يوم بالليل وانا بصة من الشباك شفت ماما فاطمة بترش رملة حوالين البيت على شكل دايرة، ولما سألتها بتعملي ايه قالت لي انها بتحصن البيت عشان اللي انا شفته امبارح ما يتكررش. بعدها بكام يوم قلت اخرج اتمشى شوية، وانا بلف حوالين الفيلا لمحت ست طويلة لبسها اسود واقفة وبتوطي على الارض بتشيل الرمل اللي موجود. ايه ده؟ ايه ده؟ ده هي الست اللي شفتها في الحادثة اللي ظهرت فجأة قدام العربية لمت الرمل. بعدها شفت خيالات سودا بتدخل كأن بابه اتفتح. كل ده وانا براقب من بعيد في صمت، اتصدمت من اللي شفته مش فاهمة حاجة. حاولت اقرب منها وانا خايفة، اختفت بس الرمل اتحرك من مكانه، وده معناه ان اللي شفته دلوقتي كان حقيقة، ما كانش بيتهيألي ولا حاجة. دخلت الفيلا وانا مرعوبة، ومع الايام نسيت اللي حصل. بس للأسف الحاجات اللي بتحصل كل يوم بتفكرني بكل حاجة في الحادثة. وبعد فترة كنت في المطبخ ومصطفى كان في الحمام كلمني، وكلمته زي ما بكلمكم كده بالظبط. بعدها سكت وما ردش، قلقت فببص عليه لقيت الحمام ما فيهوش حد. قلبت عليه الفيلا وفي نفس الوقت لقيته بيفتح باب البيت وهو بلبس الشغل كأنه لسه راجع، ما كانش في البيت. شفته اتشليت في مكاني، ازاي ده لسه كان بيكلمني دلوقتي؟ انا خلاص تعبت نفسيا، نفسي امشي واسيب البيت بس مش هقدر امشي واسيب جوزي. بعدها بفترة كنت نايمة جنب مصطفى، واول ما امن على السرير لقيت جسمي كده نمل وقفت عن الحركة، والست الطويلة اللي لابسة اسود كانت قدام عيني وهي ولا بتنطق بكلمة، والسرير اترفع بيا. حاولت افوق نفسي مش قادرة اتحرك ولا انطق بكلمة، والغريب ان السرير برضو مرفوع لفوق قدام عيني لدرجة اني خمضت عيني من شدة الخوف. اول ما جيت انزل من عليه لقيت رجلي لمست الارض كأنه ما اترفعش ولا حاجة، والست اختفت بعد ما كانت هتموتني ببصتها الغريبة. قلت بيتهيألي جايز، خصوصا اني كنت نايمة. والله تعبت من اللي بشوفه، ما بقتش قادرة استحمل. بس اعمل ايه، ما باليد حيلة. نمت، ولما صحيت من النوم لقيت واحد واقف بظهره على باب الأوضة. قمت وانا بتسحب عشان اشوف مين ده، لقيته مصطفى شكله تعبان وتحت عينه سود وبيترعش، ولما شافني صرخ في وشي وقال لي انت السبب في موت مريم. قمت لقيت نفسي مفزوعة من على السرير، حسيت ان الموقف بجد بس هو كان حلم. حلمت اني بحفر قبر جوه اوضة من الاوض اللي مقفولة في البيت، ومريم نايمة على سريري وصوت بيقول الدفن واجب. قامت مريم ونزلنا القبر، بس ما كناش لوحدنا، نزلت انا ومريم وماما فاطمة ومصطفى. نزلنا والقبر اتردم علينا، وبعد غياب مصطفى عننا بكام يوم صحيت في وقت متأخر على صوت صريخ جامد جاي من اوضة من الاوض اللي مقفولة. رحت ناحية الصوت لقيت واحدة بتموت وشها متشوه نايمة جوه حفرة شبه القبر، وحواليها طلاسم واكفان وصور لي انا ومصطفى ومريم. بصت لي وقالت لي تعالي، لقيتني غصب عني في حاجة بتقربني منها، ولما ركزت في الصوت لقيت صوت ماما فاطمة. مخي وقف عن التفكير، لقيتها بتقولي ايوه يا ليلى انا فاطمة، شفت اخرة السحر والدجل اديهم انتقموا مني. اسمعيني كويس، عايز اقولك على الحقيقة، هما فاكرين انهم باللي عملوا معايا اني اخاف، بس انا ما ينفعش اضحك عليك لحد كده. مصطفى ما ينفعش يموت، مصطفى لو مات هنموت كلنا معاه. ليلى مصطفى مات مع مريم في الحادثة. لما عرفت كنت هموت من الحزن عليهم. بعد الحادث بيوم رحت الدجالة طلبت منها ترجع مصطفى ومريم، طبعا طلب صعب جدا ما وفقوش عليه بسهولة. بعد ايام وافقوا على مصطفى بس مقابل التمكين. من حقبل مصطفى وافقت على التمكين وطلبوا مني احضاري كنت تحت تأثير المخدر، وبدأوا يكتبوا على جسمك طلاسم عشان يعرضوكي على قبائل الجن، فوافق عليك الجن وتمثلك على هيئة مصطفى
وكل التهيؤات اللي شفتيها والكوابيس اللي حصلت لك كان سببها انك مسحورة يا ليلى. والمستشفى اللي كنا فيها ما كانتش مستشفى ولا حاجة. احنا كنا عند الدجالة وقتها وانتي كنتي مسحورة فتهيألك انها المستشفى، وطلبوا مننا اننا نتعزل في منطقة مهجورة، وده اللي حصل بالفعل. وده طبعا بعد ما جهزنا بالطلاسم اللي موجودة في الاوض المقفولة، ولما مشينا من هناك كانت كل حاجة جاهزة، وكان رقم البيت 131، نفس رقم الطريق اللي في الحادث 131، وده معناه ان في 3 جثث هيكونوا داخل تابوت رقم 11، وده رقم القبر اللي اتدفن فيه مصطفى ومريم. القبر ده اتعمل فيه طلاسم واتحط فيه العمل اللي معمول لي. لما دخلنا البيت وشفت مصطفى وعرفك، مع ان المفروض ان الجن ده ما يعرفش عننا حاجة، اكتشفت بعدها انه جن عاشق ليكي، عشان كده كان عارفك كويس. وللأسف حصل اللي حصل وعاش معانا، وكان بينام معاكي على نفس السرير. عارفة والله انك اتأذيتي، بس كان غصب عني، مش قادر اعيش لحظة من غير مصطفى. ولما العمل اخد وقته وبطل مصطفى اختفى، وانا اتأذيت. حقك عليا يا بنتي، سامحيني واهربي فورا من البيت قبل ما يحصل لك انتي كمان حاجة. بعدها حاولت انقذها بس للأسف ماتت. وجع في قلبي من اللي حصل، مش مصدقة ازاي مصطفى مات. فضلت ايام بدور على قبر مصطفى بس هلاقيه ازاي. اكيد مدفون مع مريم. كلام ماما فاطمة ان الاتنين مدفونين قبر واحد، وانا عارفة قبر مريم. رحت هناك ولما قربت من القبر لقيته مكتوب عليه بالدم 131. الغريب اني دخلت القبر لقيته مفتوح كأنهم مدفونين حالا، مش فاهمة اي حاجة. نزلت القبر وانا في قمة الرعب، حاسة اني هنزل ومش هطلع تاني، بس محتاجة اتأكد انه هو. بس مش هقدر اشوف جثته لاني خايفة، بس للأسف لازم اتأكد. الريحة صعبة جدا، ازاي بعد حبه وجوازي استمر اكتر من 5 سنين اكتشف انه ميت من 7 شهور. بدأت افتح الكفن وكانت الصدمة، ايه ده ده هو بجد. طب ازاي لا لا يمكن، ازاي حبيبي مصطفى حبيبي. للأسف القبر بعدها اتردم على ليلى، فعلا دخلت القبر ومطلعتش منه تاني، وده قبر 131، القبر اللي اتشال فيه 3 جثث، مريم ومصطفى وليلى.